بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم عنوانها Electronic Circuits Design of Neuron Model. المحاضرة من كتاب The Book Introduction to Artificial Neural Systems للمؤلف The Author جاك ام زورادة. المحاضرة بالتحديد من chapter 9 من هذا الكتاب، عنوان chapter Neural Networks Implementations، بالذات بالأخص من section 9.1 اللي هو عنوانه Artificial Neural Systems Overview of the Actual Models. Digital and Analog Electronic Neurocomputing Circuits. بالحقيقة هذه المحاضرة تشمل عملية تمثيل النيورونز الخلية العصبية بشكل دائرة إلكترونية، سواء كانت Digital Electronics or Analog Electronics. هذا هو مفهوم محاضرتنا اليوم. To overview special purpose neurocomputing hardware, the exposition of artificial neural system must to the level of the neuron. The basic processing unit defined as the processing node neuron and weights synaptic connections was shown earlier in figure 2.4. هنا نلاحظ أنه رجعنا إلى chapter 2. فيما سبق من المحاضرات تناولنا الفصل الثاني من هذا الكتاب. فإحنا نريد نمثل نيورون واحدة اللي هي عبارة عن weights inputs summation نحولها إلى دائرة إلكترونية. ماذا نحتاج من components؟ هي هذا فحوى محاضرتنا لهذا اليوم. The processing units need to memorize data stored as connection weights to generate a neuron activation value and to compute the unit's output signals. This feature would make it possible for the unit to perform recall functions. In addition, the ability to store the learning rule and to adapt weights according to the rule would be the most desirable property of the processing node. يعني نلاحظ هنا من خلال يعني هذا الباراجراف انه ما سنقوم به في هذه المحاضرة هي عملية جدا بسيطة بتمثيل النيورون وليس بالادابتيف للويتس. يعني عملية الادابتيف وتغيير الويت هذه يراد لها دوائر اخرى عدا هذه الدائرة. هنا عندنا الويتس ثابت وليس متغير. The process signals and functions of the node can be analog, digital, or a combined type. ممكن أن تكون analog الدائرة circuit، ممكن أن تكون digital، وممكن أن أحتاج digital و analog أيضا في عملية التصميم أو الديزاين للنيورو كومبيوتينج circuits. Next slide. نلاحظ هذا الفيجر. هذا الفيجر احنا اعتادينا على رؤيته بالمحاضرات السابقة. يعني هنا أنا هاي نيورون أريد أحولها إلى دائرة إلكترونية. النيورون هي عبارة عن إدخال weight وسميشن، والسميشن هنا اللي هو X بالW، وبعد ذلك الأكتيفيشن فانكشنز. هذه هي النيورون. كيف أحولها إلى دائرة إلكترونية؟ ما الذي تعلمناه في دراساتنا السابقة بحيث نتمكن من تحويل معادلة رياضية اللي هي summation W في X بأكتيفيشن فانكشن ممكن أن نحولها، ورح ناخذ شيء بسيط يعني الهارد ليميتر أكتيفيشن فانكشن وليس التان أو اللوج. يعني هناك دوائر إلكترونية تقوم بعملية تمثيل المعادلات الرياضية، مثلا تقوم بعملية تمثيل الإكسبونيشن، تقوم بعملية تمثيل الكوساين الساين وكثير منها. هناك كتب يعني هو يسموها الكمبيوتر ايديد ديزاين يعني الاستخدام. Next slide. نلاحظ هذه الدائرة اللي أمامنا، هذا الفيجر 9.5 نحفظه لأن راح نحتاجه بالسلايدات القادمة. Neuron and weight implementation
كلمة implementation يعني عملية تنفيذ أو تمثيلها بدوائر إلكترونية using resistors and operation amplifier. الـ A تمثل circuit diagram، لها هاي تمثل النيورون اللي شفناها سابقا. هذا هو summation operation amplifier، راح أحتاج summation operation amplifier يقوم بعملية الجمع W بالX. هذه هي الإدخالات الX مثل ما شفنا بالفيجر للنيورون، هذه تمثل إدخالات X1 X2 X ل X من الN. هذه تمثل المقاومة، هنا مطيها رمز G يعني 1 على R الكوندكتنس، وهنا ال RF. فقيمة الويت شو راح يحسبه؟ راح يكون عبارة قيمة الويت ال W راح يكون عبارة عن RF مقسومة على ال R، فيعني كأنما ال RF في ال G1 لأنه ال RF مقسومة على ال R1، فالواحد على ال R1 هو يمثل ال G of 1، تمام؟ فراح تكون هذا هو يعني الويت W. ال W راح يعني أتمكن من الحصول عليه من خلال عملية القسمة ال RF على ال R1، أو عملية ضرب ال RF في ال G1 نفس الحالة RF على ال G ل N. فنلاحظ هنا هذا summation أو مبدأ عمل operation amplifier. نحاول نسترجع المعادلات الرياضية ال operation amplifier أنواع، يعني نلاحظ هذا يسمى inverting operation amplifier، لأن البلس على ground والماينس هو الإدخال إلى، فالأوتبوت هنا هذه الـ F of X. الـ F of X هنا هذه المعادلة راح تكون هي عبارة عن الجين، كأن فولتية الأوتبوت على فولتية الإنبوت هو تمثل الجين للـ Operation Amplifier. نلاحظ هذه الـ VDD والـ VSS هذه قيمها تمثل كأنه Saturation مثل ما نلاحظ هنا، كأنما هي الـ Activation Function اللي راح نحتاجها. لاحظها كأنما هي الـ Activation Function الموجودة، فقيمتها مثلا هاي الـ VDD ممكن أن أحددها عادة بالـ Operation Amplifier بلس 15 فولت ماينس 15 فولت، وممكن أن أحددها 5 فولت موجب 5 فولت سالب أو 1 فولت موجب 1 فولت سالب حسب التطبيق اللي أني أحتاجه وحسب الأكتيفيشن فانكشن. فلاحظ هذه حتى شكلها يشبه حرف الاس كأنما هي سيجمويد أكتيفيشن فانكشن بس في حالة الساتوريشن، أو يعني ما تطيني بالأوتبوت قيمة وليس إكسبونيشن. هذا هو الأوبريشن أمبليفاير كما اعتدنا عليه. فلاحظ هنا الأي تمثل السيركت دايجرام، هذه كأنما تمثل نيورونز اللي لاحظناها فيما سبق. البي الترانسفير كاركترس of the operation amplifier في حالة الـ open loop، and C الـ open loop operation amplifier هذا رمز الـ open loop. هنا أنا يعني مخل أنا مرابط ولا مقاومة feedback ولا عندي مقاومات، مجرد إدخال، إذا أنطي إدخال plus minus فالoutput راح تكون الـ V plus minus الـ V minus بدون وجود gain أو بدون وليس closed loop مثل عندي أرجع إلى هذه النقطة. فنحاول نحفظ الرموز لأن راح نجي عليها بالسلايدات القادمة. نلاحظ هنا هنا هذه الماينس في، هنا البلس في، هذه هي الإدخالات. لاحظ هذا التيار I1 والآي إف كلها راح يجي إلى هذه النقطة، هذه هي نقطة واحدة راح يطبق عليها قانون الكيرشوف كارنت لو. الكيرشوف كارنت لو يقول إنه مجموع النقاط مجموع التيارات الداخلة إلى النقطة يساوي مجموع أو مجموع النقاط الداخلة إلى نقطة هي يساوي زيرو، أو مجموع التيارات الداخلة يساوي مجموع التيارات الخارجة من نفس النقطة. هذا قانون كيرشوف كارنت لو. فنحاول نحفظ هاي الرموز نخليها ببالنا لأن راح نستخدم هاي المعادلات القادمة بالسلايدات القادمة. Next slide. A conventional operation amplifier can implement this node function as follows. عندي هذه المعادلة الـ F of X يساوي لنا activation function قوس summation j equal to 1 إلى n w of j في x of j. هذه الإكويجين 9-2، هذه الإكويجين أريد نمثلها بإلكترونيك سيركت. طبعا يعني أكو مصادر كثيرة عملية تمثيل المعادلات الرياضية بدوائر إلكترونية، ممكن أن تمثل اللوج الإكسبونيشن التان، يعني الكثير من ممكن يستخدم، يحتاج دايود، ممكن يحتاج ترانزستور.
حسب المعادلة اللي نريد نمثلها. هسه هنا هاي معادلتنا جدا بسيطة، مجرد summation وactivation function. ولاحظنا إنه اللي راح نحتاجه operation amplifier, inverting operation amplifier ومقاومة بالفيدباك ومقاومة بالإدخال، مجموع مقاومات بالإدخال حسب الX الداخل. Sample analog implementation of the processing node performing equation 9.2 is shown in figure 9.5a. The neuron or cell body is formed from an infinity gain operation amplifier with strong negative feedback. The weight value W is proportional to the conductance G of I. هاي لاحظناها، يعني اللي يقول انه عملية تمثيل الـ W هو يعتمد على الـ G اللي هي الكوندكتنس، وليس فقط على الـ G وإنما على feedback resistance RF provide here a proportion factor common for all weights. الـ RF هي رح تكون factor common لكل الـ weights اللي هي رح تنقسم عليها أو رح تنضرب الـ G بالـ RF، راح تنضرب الـ G الكوندكتنس بالـ RF اللي هي راح تكون common لكل الـ weights. Let us analyze the computing node circuit to evaluate its weights in term of circuit components. ننتقل إلى next figure. Figure 9.5b illustrates the volt transfer characteristics اللي هي الفانكشن v plus. هذه شو تمثل ال voltage transfer characteristics of the open loop high gain operation amplifier؟ يعني إذا يعني هو open loop ما رابطين مقاومة بالفيدباك فرح يكون هو high gain operation amplifier. Figure 9.5c shows the circuit symbol of the open loop operation amplifier for which the characteristics shown are valid. هاي لاحظناها بالفيجر السابق بالسلايد السابق. In the linear region, the open loop operation amplifier performs as a constant gain amplifier of high gain. يعني لاحظة في منطقة الـ open loop راح يكون عبارة عن high gain و constant gain amplifier. The open loop gain value of the operation amplifier in the linear region corresponding to the slope of the step part of the characteristic displayed in figure 9.5b. لاحظنا احنا هذا الفيجر بي اي وبي وسي. The output voltage F of an operation amplifier however can neither exceed the F saturation value nor can it drop below the F of saturation value. يعني هنا نلاحظ ان الاوبريشن امبليفاير حتى لو جمع 30 فولت فالاوتبوت مالته ما راح تكون 30 فولت وانما راح تكون على الفي ريفرنس او الفولتيه اللي تحدد قيمته. خلينا نفترض انه احنا كانه هي راح تشتغل ليمتر، كانه حددناها انطيناها مثلا 15 فولت بلس 15 فولت ماينس 15 فولت. فحتى لو جمعت الاوتبوت يعني حتى لو جمعت الار اف ويا على الار ام في فولتية الإدخال، حتى لو جمعت 30 20 25 هي راح ترجعها ما تنطي أكثر من 15 فولت، وحتى لو جمعت سالب 30 سالب 35 فولت هي ما راح تنطي أكثر من سالب 15 فولت على سبيل المثال إذا حددناها. هذا هو عمل الأوبريشن أمبليفاير، وبذلك راح نستفاد من هذه العملية في تمثيل الأكتيفيشن فانكشن. This is due to the saturation of transistors within the device. Typically, saturation voltage, the F of saturation minus and the F of saturation plus are equal to the magnitude of the opposite signs will value are about 1 volt below the operation amplifier supply voltage in VDD and 1 volt above the VSS respectively. يعني مثلا إذا أنا أريد نوع من أنطيها 1 volt يعني كأنما نريد نمثل الـ hard limiter plus minus 1. Next slide. نلاحظ في هذا السلايد انه الـ Kirchhoff current law equation for the inverting input node مثل ما figure 9.5a can be obtained as. قلنا احنا مجموع التيارات الداخلة الى نقطة مثل ما لاحظنا I1 I2 إلى IN يساوي ماينس الـ IF هنا لأن الدايركشن مالته عكسه فأنطى إشارة سالبة. مجموع التيارات الداخلة إلى نقطة يساوي مجموع التيارات الخارجة من النقطة، وهذا قانون كيرشوف كارنت لو which is equivalent to
فراح يجي يعوض هنا أي تيار موجود بالدائرة السابقة. التيار هنا هو عبارة عن شنو؟ التيار هو عبارة عن فولتية على المقاومة أو فولتية في الكوندكتنس، فراح يجمعها لأن من الإدخالات ويساوي يعوض عن الآي إف اللي هو أيضا راح تكون فرق الجهد على مقاومة الآر إف. بعدين يرتب المعادلة، يعني هنا 93A يرتب المعادلة 93B بهذه الطريقة في سبيل يوصلها إلى معادلة 94A و94B اللي هي تمثل النت أو يحولها إلى صيغة السميشن للإكس في الويت، في سبيل أنه يوصل، يعني دي هنا يريد يوصل يقول أنه هذا هو الدبليو. الدبليو هو عبارة عن ماينس آر إف في الكوندكتنس، وإذا الكوندكتنس عوضناه فإنما راح يكون ماينس آر إف على آر جي، فيريد يوصل إلى هذه النقطة بتمثيل المعادلة. Next. الكومباريزم أوف الكوفيشنس إن إكسبريشن 92 and 94 leads to the conclusion that the weights implemented by the circuit of figure 95A are. فهذا مثل ما قلنا الإكويشن 95A يقول إنه الويت، يعني أنا شو أحسب الويت بهذا، هو عبارة عن ماينس آر إف على في الكوندكتنس. Considering the definition of the activation net as in 94B هاي الإكويشن، the neuron implements here a unity gain activation function in linear region. In fact, the amplifier produces a linear combination of the input voltage through the weights 95A. The amplifier saturates whenever f of x reaches and attempt to exceed the f of saturation. It also saturates when the f of x attempt to drop below the f of saturation. This is allows for expression of the activation function in the following form. يعني بعد أن مثل معادلة السميشن W بالX راح نحتاج نمثل معادلة الاكتيفيشن فانكشن. الاكتيفيشن فانكشن إذا كانت قيمة النت أقل من ال f of saturation سالب فلازم ينطيها سالب، وإذا كانت النت بين الساتوريشن الموجب والساتوريشن السالب فراح تكون نفس القيمة، وإذا كانت النت أكبر من الساتوريشن الموجب فراح يكون الساتوريشن الموجب مثل ما تحدثنا. يعني هنا إذا جمعت النت، إذا جمعت سالب 35 فولت على سبيل المثال، هو ما راح ينطي أكثر من السالب، خلينا نقول 15 فولت على اوبريشن امبليفاير. واذا جمعت النت 35 فولت فهو ما راح ينطي اعلى من الاف ساتوريشن، ما راح ينطي اكثر من 15 فولت. هنا النقطه، فكانه عمل الاوبريشن امبليفاير هو مبدا عمله راح يساعدنا في تمثيل الاكتيفيشن فانكشن. اما اذا كانت القيمه النت يعني بيناتهم اوكي، يعني اذا 4 فولت 5 فولت سالب 4 فولت سالب 6 فولت راح ينطينا اياها مثل ما هي، هذا عمل الاوبريشن امبليفاير. نيكست سلايد. بعد ان اكتمل عمل ال، يعني خلينا نفترض انه احنا قدرنا هسه وصلنا مرحله نقدر نمثل نيورون باوبريشن امبليفاير ومجموعه مقاومات، انتهى. زين لو كان الويت عندنا نيجاتيف ويت وبوزيتيف ويت فكيف نتعامل مع الموضوع؟ نيجاتيف ويت وبوزيتيف ويت، وكانت مجموعة الإدخالات X و Y، فكيف هذه هي النيورون، كيف نمثلها بريزستر أوبريشن أمبليفاير؟ فهذه هي دائرة اللي تمثلها ريزستر أوبريشن أمبليفاير implementation of a neuron with weights circuit diagram and the computing node samples. لاحظ هذا البي مثل computing node samples، وهذه هي circuit diagram. فلاحظ الoperation amplifier المستخدم هنا هو ما أخذ فقط الinverting operation amplifier، وإحنا هاي دارسين هاي الدوائر في مادة الإلكترونيك وإلى آخره. لو كان operation amplifier plus minus العفو minus plus، فلاحظ هنا على الزائد هنا راح يطبق قانون current divider rule، فولتج ديفايدر رول العفو. فهنا نركز على هاي النقطتين A و B لأن راح نحتاجها بالسلايدات القادمة، وهذه هي الجي
of conductance يعني واحد على RF، هنا conductance يعني واحد على R1، واحد على RN، هنا واحد على جي يعني واحد على R1 كذلك، يعني بصيغة أخرى يمثلها. وطبعا لازم أكو مقاومة تروح إلى الجراوند. هنا راح يطبق قانون الكرنت الفولتج ديفايدر رول، لأن هنا رابطها على الجراوند. وطبعا نفس مبدأ الفولتيت الريفرنس السالب والموجب اللي تحدد الأوتبوت ليميتيشن اللي راح تطي اللي راح ينطي الأوبريشن أمبليفاير، في سبيل إنه أهني أحاكي عمل هذه الدائرة. يعني شو إحنا شون جبناها؟ أول شيء جبناها من الخلايا العصبية، من البرين، من البيولوجيكال. بعد البيولوجيكال مثلناها بشكل ماثماتيكال موديل، موديل رياضي. بعد تنفيذها بالماثماتيكال موديل، باعتبارنا باختصاص الهندسة الإلكترونية، يجب أن نمثلها بدوائر إلكترونية. فهاي مراحل الانتقال أو الستيب اللي رح نحتاجها في أو هدف هذا الكورس. Next slide. نلاحظ هنا figure 9.6a show resistor operation amplifier implementation of an electronic neuron with the output voltage being weighted input voltage. Both negative and positive signs of weighting coefficients can be produced in this circuit. Negative weights are formed in the same way as in a configuration of figure 9.5a. In addition, positive weights are produced by a voltage divider circuit connected to the non-inverting input of the operation. مثل ما لاحظنا كنا احنا راح نطبق الفولتج ديفايدر رول باعتبار ان هذا هو positive weights and non-inverting input of. We assume here that the negative weight W are associated with the inputs X of I for I1 to إلى N, and positive weight V are associated with the input Y for إلى B من ال Y. Let us perform the analysis of this network by using superposition principles. يعني هنا رجعنا شوي للمادة الإلكترونيك، نحتاج كيرشوف كرنت، نحتاج superposition، نحتاج الفولتج ديفايدر رول. يعني هذا ما درسناه في دراستنا الأولية. Our objective is to express the neuron's weight values and its range of linear operation in terms of circuit components value. We assume that the neuron made of an operation amplifier operates in linear region. إذن النيورونز اللي راح نمثلها بالأوبريشن أمبليفاير هي تعمل في منطقة اللينير ريجن. نرجع مرة ثانية نقول هدفنا أنه نحول الخلية العصبية من بيولوجيكال مثل ما درسنا وحولناها إلى ماثماتيكال موديل، ومن الماثماتيكال موديل سنقوم بتحويلها إلى دائرة إلكترونية سواء أنالوج أو ديجيتال إلكترونيكس. Next slide. الإكسبريشنز الإكسبانشنز أوف الأوتبوت فولتج، لاحظ هنا لو أخذنا هنا يعني هو يشتق هذه النقطة، هو يريد يوصل إحنا من خلال الاشتقاق إكويجن 9.6 وإكويجن 9.7a وإكويجن 9.7b. إحنا نتذكر كل الزين إنه في حالة استخدام الموجب والسالب بالأوبريشن أمبليفاير المعادلة راح تكون 1 زائدا RF في summation G of I. يعني هذه المعادلة وإحنا نريد هذا موضوع summation. والسكند ratio 9.6 can be easily computed from the voltage division at node B as follows. فراح تكون V over Y يساوي G على summation بحيث G من 0 إلى B. هاي بما يخص الجزء الموجب من في G of J for K من 1 to إلى B. وهذه هي معادلة equations 9.8. Next slide. Expressions. The expressions 9.7b and 9.8, اللي هي تمثل response لل f of yk due to the yk from 9.6 equation. As فلاحظ هذه المعادلة النهائية بعد عملية الاشتقاق اللي هي معادلة 9.9 equation 9.9 اللي هي بها عملية summation 1 plus RF في summation G في مضروبة ب G of K على summation of J من الصفر إلى ال B في G of J.
result of the analysis for this elementary neural processing node, the final negative and positive weight value expressed in terms of circuit components respectively as. فنلاحظ هنا يعني خلينا نقول المحصلة النهائية، احنا تحدثنا بما سبق من السلايدات وتوصلنا انه الويت ممكن ان نحصله اذا استخدمنا الانفرتينج اوبريشن امبليفاير باول سلايدات، ممكن ان نحصله لاحظ هاي الاشارة السالبة ضرورية زين ار اف في الكونتاكتنس او سالب ار اف على الار 1 اذا ما اخذناها قيمة الكونتاكتنس، اخذناها قيمة مقاومة for i 1 2 الى n، وفي حاله ال v of k راح يكون 1 زائد مثل هاي المعادله اللي هي 9 9 1 زائد rf في السميشن للكوندكتنس على الجي على السميشن للكوندكتنس. التوتال اوتبوت فولتج هاي ورا ما حصل على الويت على الدبليو وعلى ال v of k اللي احنا لاحظنا W بما وال V of K، فهذه بعد ان حصل يجب ان نوصل الى مرحلة تنفيذ الاكتيفيشن فانكشن. فتنفيذ الاكتيفيشن فانكشن مثل ما لاحظنا هو operation amplifier، ونرجع نعيد الكلام، اذا هو operation amplifier saturation، اذا القيم الفولتية اذا جمعها سالب خلينا نقول 40 فرح النتيجة ما راح تكون اكثر من قيمة الساتوريشن، اذا جمع سالب 40 راح تعطيني سالب خلينا نقول 15، واذا جمع موجب 40 فما راح تعطيني اكثر من 15 فولت، واذا جمع خلينا نقول 5 او سالب 5 راح تعطيني اياها نفسها مثل ما هي. هذا هو الاوتبوت او مبدا عمل الاوبريشن امبليفاير اللي احنا اختاريناه حتى نمثل به الخليه او الارتفيشال نيورونز موديل. زين بعدين هنا يقول النت راح يكون عبارة عن WT بالX plus VT of Y، راح يكون عملية المجموع. Next. أنا أشكركم هواية وحتى لا نطول المحاضرة، فالمحاضرة القادمة إن شاء الله راح تكون عبارة عن مثال واختيار سؤال، وطبعا هاي هي موجودة بالشابتر 9، وفي سبيل سهولة تحميل المحاضرة يعني حاولنا نختصر، ولا وأرجع أعيد الهدف هو تحويل النيورون إلى دائرة إلكترونية. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بمحاضرات قادمة، مع السلامة.